السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا ورجعنا بحلقة جديدة ولعبة جديدة. لعبة اليوم هي لعبة شاورما او اسطورة الشاورما، ولهاي الحلقة انا حصير فيها معلم شاورما. هذا هو معلم الشاورما، بس انا حكون عم اتحكم فيه. العموم عم بيع شاورما لليوم جماعة. وكبداية مبين انه في غنية عن الشاورما، بس هاد لحتى لي نفوت فيها على المحل دغري. انا متحمس حتى لي ابيع شاورما الصراحة. طلع لي تيك توك حتى محل الشاورما حيطلع لي اعلانات. في عندي المتجر تبعي، واتوقع انه في تطويرات بس انا اطور فيها المتجر تبعي، بس انا اجيب دبس رمان، بس اجيب شغلات تانية. صراحة دبس رمان المفروض يكون جزء من الشاورما اصلا، في سيخ الشاورما، بس انا ابدا منه اللعبة. هات لحتى لي نبدا اول يوم. مصاري صفر. اهلين وسهلين. اهلين معلم. عالم الشاورما. اهلين. جاهز لتصير اسطورة الشاورما؟ يب، انا حصير اسطورة الشاورما. ساعدك كتير، رح اتركك تستكشف المطعم. لا تساعدني، بتمنى لك وقت ممتع. شكرا كثير على انك عم تتمنى لي وقت ممتع، بس استنى شوي. انا ما في عندي لا شاورما، ولا عندي مخلل، ولا عندي بصل، ولا عندي اي شيء بنوع. بعدين البصل ما بيقعد بالشاورما. هذا حتى يسوي سندويشة شاورما معناته. لازم امسك السكين، وبس امسك السكين بعد بقطع. اوه، بقطع بصيغ الشاورما. اوكي، حلو كثير. حاليا صار في عندي شوية دجاج شاورما. طيب بشيل البطاطا مثلا، بقطع البطاطا، هاي شغلة حلوة، وبحطها كمان بالقلاية. هلا بتعرف تقلي. بجيب الخبزة، بعدين بحط عليها شوية شاورما، بكتر فيها الدجاج. نوب، ما بس اكتر الدجاج. بعدين بحط بطاطا هون. اوه نايس. وما بس انا احط لا توم ولا اي شيء بنوب. اوكي شكرا كثير. ما في هدول، ما لهم موجودين طبعا ولا كمان. هذا هو، اعطاني اياهم. والله كفو عليك، اعطيني مخلل واعطيني تومية. شكرا كثير. هلا بس انا احط عليها تومية، وبس انا احط عليها مخلل بس. تمام. لازم الفها. كيف بلفها؟ اها، وهي سندويش الشاورما جاهزة. اهلين مدام، كيف حالك؟ تفضلي شاورما. اعطيني مصاري اول شيء. استنى شوي. اوكي شاورما، ما في اي مشكلة، تفضلي شاورما 100%. اوكي حلو كثير. اول شيء بياخذوا الشاورما، بعدين بيعطوني مصاري. كمان بدك شاورما انت كمان؟ ما في اي مشكله. حط خبزه، حط عليها هاد، بعدين حط عليها مخلل، حط عليها توميه، حط عليها بطاطا، فل اياها واعطي سندويش الشاورما. حلو كثير. لازم نقطع بطاطا هلا على السريع. اتوقع انه ما لازم اخلي المصاري على الكاونتر، لانه هذا الزلم مبين عليه ممكن يسرقها. انا ما اعرف ليش عم بستنى مشان اشوف طلبيتهم، مع انه طلبيتهم مبين عليها جدا واضحه. انا محل شاورما، ما حبي اي شيء ثاني غير الشاورما. اتوقع اني عم بتحسن بالموضوع، بسوي شاورما على السريع. كمان حلو كتير. هذا الزلمه هلا اجى هون. اوكي هذا الزلمه اللي بعده بده شاورما كمان، يعني واضحه اوضح منها ما في. انا محل شاورما، ما لازم استنى اشوف طلبيته شو بدها تكون، بس ممكن يطلب مني مثلا سندويشه بطاطا. هذا الزلمه كمان نايم، ممكن تساعدني؟ يعني اتوقع اني حطلب منه انه يعطيني شويه توميه زياده بعد شوي. اعطيه توميه. اوكي حلو كتير. عم بتحسن جماعه، عم بتحسن بشكل ما هو طبيعي، واللي هو شيء جدا حلو. ما اتوقع انه تم زباين لليوم، اتوقع خلصنا الزباين. يب. كان في شويه فلوس لازم اشيلهم، ما بعرف اذا حسبوا لي اياهم ولا لا، على الاغلب ما حسبوا لي اياهم. كات دايمن. وبعنا 7 سندويشات شاورما لليوم، اللي هو شيء كثير حلو الصراحه. معي 60 دولار هلا، ما بعرف انا اطور فيها اي شيء لهلا للاسف. يلا جيتك. يلا اعطيني هدول الاغراض اول شيء. جهز الدجاج على السريع، ولازم نحط البطاطا كمان. اوكي اهلين، هذا اول زبون لنا لليوم. كيف حالك معلم؟ شو اخبارك؟ حط له شوية دجاج، حط له مخلل. ما في عنده أي طلبات يعني، بدون شيء محدد. كمان خلصني البطاطا. بدك تستنى على ما تصير البطاطا معلم، في عندنا تنتين. اوكي الزباين اوريدي قاعدين عم يجوا بسرعة. أتمنى إنه زبايني يكون الصبر عندهم شوي عالي، لأنه حيحتاجوا هالصبر شوي. أو شيت حيخلص البطاطا. قاعد دايمت عم برمي الورق بالأرض هيك. اوكي حلو. لازم أشيل المصاري كمان من على الطاولة، هاي شغلة تانية، عشان ما حدا يجي يشيل لي إياهم، لأني حاس إنه بيوم من الأيام حيجي واحد رسميا يشيل المصاري تبعيتي. اوكي شكرا كثير. بطاطا جاهزه، حلو كثير. انت اعطيني توميه واعطيني شويه شغلات ثانيه. حلو كثير. شت حيخلص الدجاج من عندنا، بس اتوقع انه وضعي تمام. اتوقع اني قاعد عم بجيب للزباين. خلص كفي كفي الدجاج، هذا هو. جبت الدجاج، توميه، بطاطا، بس وضعك تمام. قاعد تايم تحاش تسوي شو اسمه. او هذا بده سندويشتين شاورما. خيب الطماع صراحة، ما هو طماع، حيفيدني هو زلمه، بس اتمنى لو بحسن اسوي اكثر من سندويشه بنفس الوقت. هذا كمان بده سندويشتين. او انتهى اليوم، في عندي 2 لسه طالبين، وفي عندي فلوس على الكاونتر. كات ديمت، طلع لي سيد عم يسوي اعلان كمان. جماعه لو شفتوني عم بسوي اعلان نفس هيك، رح اقول لكم بهداك اليوم قديش دفعوا لي. هذا وعد مني لكم. بس اعطيني ال 24 دولار زياده، لاني شكلي احتاجهم. بدي طريقه لحتى لي اسوي اكثر من سندويشه. مع 135 بس، هاي المصيبه. اتوقع ما في طريقه لحتى لي اسوي اكثر من سندويشه، هذا الشيء شبه مستحيل. بس هات لحتى نبدا اليوم تقطيع الدجاج، بعدين نسوي البطاطا، لانه هذول اصعب شغلتين او اكثر شغلتين بياخذوا وقت. وبعدها نقول لهذا الزلمه خيب اجاني شحات.
هلا بعد ما صارت البطاطا بنقول للشحاد تفضل، بس بده سندويشتين هذا الشحاد، فما في اي مشكله نسوي له السندويشتين على السريع. اجتنا اول وحده تقريبا محجبه بهذا المحل كله على بعضه، ما بعرف انا وين قاعد عم ببيع، بس انا متاكد 100% انه يعني بتم ارمي اللي وراء بالارض. كمان اجاني البرت اينشتاين كمان قاعد عم يطلب شاورما، حلو كثير الشخصيات بهاي اللعبه ما هي طبيعيه ابدا. بس الشيء الحلو انه الزباين الصراحه مبين عليهم شوي صبورين، يعني هذا الزلمه استنى شوي بس لا تزعل كثير يعني، خلاص انت ارجع لورا بدنا شوية شاورما، هي حتزعل هلا، ما بدي اياهم يزعلوا، ما بدي الزباين تزعل، الموضوع عم يصير اصعب جماعه. عشت خلص عندي دجاج، كمان هذا طالب تنتين، تخرب بيت الطمع، بس اتوقع اني بحسن اسوي له تنتين على السريع، افرح، لا لسه ما فرح الزلمه، بدي اياه يفرح. عشت بتم اسوي الورق قبل ما الف السندويشه. هلا اتوقع هذا الزلمه لسه في عنده شويه صبر، ولازم الصراحه اجمع الفلوس من على الكاونتر على السريع، ما بحتاج لسه فيها بطاطا اكثر، اتوقع البطاطا اللي عندي كافيه. وانت بدك سندويشتين، اوكي ما هلحق اسوي له سر، بس صار عندي 200 حبه جولد واللي هو شيء كثير حلو الصراحه. وصلنا فيها هلا على اليوم الرابع، ما في عندي اي تطويرات، وقت العمل عباره عن ساعتين ونص، وتقدمي باللعبه عباره عن 0%، زائد ان اللعبه متروسه اعلانات بشكل ما هو طبيعي الصراحه. اوه بس بحسن اطور شغلات هلا، بحسن اطور البطاطا، بحسن اطور عصير البردقان. لا بتعرف شو، هات لحتى اطور بطاطا اول شيء، خليني اسوي البطاطا بطريقه اسرع، اتوقع انه هذا الشيء جدا منيح. هلا هات لحتى نبدا اليوم اللي بعده، وهات لحتى اشوف تطوير البطاطا، يا تطوير البطاطا صارت احسن مليون مره. هلا بنسوي الدجاج كمان على السريع، لازم اعبي هذا الدجاج كله على الاخر. هلا اجاني اول واحد، كمان اعطيني مخلل، حلو كثير، بعدين اعطيني توميه، هذا بده صندوق شاورما، ما في اي مشكله، طلي البطاطا، اقطع بطاطا ثانيه على السريع، لا توقف البطاطا من على النار، وتفضل. هذا الزلمة حياخد سندويشته وهو فرحان، أول واحد بيجي وبيطلب سندويشتين أتوقع بيبهدلني على السريع، حلو رسمياً وضعي حلو، بس أتمنى إنه ما يجي هداك اليوم اللي الواحد يسرق فيه المصاري من على الكاونتر. جاني هذا الزلمة هلا بده سندويشتين شاورما، كاتب لشو جايب سندويشتين شاورما؟ أي واحد بيطلب سندويشتين شاورما عبارة عن بني آدم طماع. عشت حطيت له فيها التوم ناقص، أنا آسف بس تستاهلها، لازم بيوم بالأيام يخلوني أسوي أكثر من سندويشة. كمان بلشوا يزعلوا الزباين، أنا ما بدي الزباين يزعلوا، أتوقع إنه أكثر شيء موجود عندي حالياً البطاطا، بس أنت أرجع لورا خلينا نسوي شوية دجاج، ما بدي هذا الختيار يزعل، بعد الختيار أتوقع لازم أقطع شوية دجاج، ماشيين نحن صح لحد الآن، أتوقع إنه هذا الزلمة إجا أول صح؟ يب، هلا هذا الزلم طلب سندويشتين قبل ما يخلص الوقت لاني ما هلحق البي ولا طلبيه، هلا حتى نجمع الفلوس لانه كل مره بيروحوا علي. جماعه الموضوع ستريسفول، الموضوع رسميا في كميه ضغط ما هو طبيعي، انا طلعت فلوس محترمه لليوم، طلعت 160 تقريبا، كان يوم جدا ناجح الصراحه. هلا حتى نبدا تقطيع البطاطا، هذا هو اليوم الخامس، خيب احس حالي باليوم المليون من كثر ما عم بسوي سندويشات شاورما. كمان استني شوي، بس استني شوي، هلا فتح المحل بدنا نسوي بطاطا، بدنا نسوي السوالف هاي كلها، بس اصبروا علي. اتوقع هذا احسن خيار اللي هو اني اكمل احط الدجاج، اوكي واسع احط الدجاج اكثر من هيك، حلو كثير جدا حلو، هذا طلب سندويشتين من اول اليوم، خيب اتمنى ما يجي بني ادم يطلب لي ثلاث سندويشات لانه سندويشتين اوريدي زياده، يعني طلب لي وجبه عائليه بعدين، بس الموضوع صار بده شويه تركيز الصراحه، رسميا صار بده شويه تركيز. حتى خلصوا عندي التوميه، قاعد دايمت استنى قبل ما تخلص التوميه، اوكي اعطيني توميه انت، خلي هذول الناس يستنوا شوي. اتوقع انه تقطيعه الشاورما اللي سويتها اول شيء كان جدا مفيده لانه لحد الان ما خلصوا من عندي. اوه بحسن استنى واسوي سندويشات مع الوقت، يعني حاليا صار في عندي سندويشتين، بحسن اعطيها سندويشتين ورا بعض، اوكي حلو كثير. ما اتوقع انه حيتم في كثير دجاج، بس اتوقع انه هذا كافي لحتى اعطي هذا الزلمه كمان. ما بحسن لازم اسوي له شويه دجاج، اوكي حلو كثير، كمان بدي الحق اعطي اخر سندويشه كمان. شيت ما لحقت، بس كان يوم ناجح بشكل ما هو طبيعي، جبت فيه قريب ال $100. بس انا اضيف الصراحه ما بعرف اذا المفروض اضيف عصير البردقان الصراحه ولا المفروض استنى مشان اسوي واحده من التطويرات. اتوقع اني حضيف عصير البردقان بس لانه يعني ارخص شيء لحد الان، بس هذا ممكن يرفع الضغط علي واللي هو شيء انا ما بدي اياه الصراحه. امسك، صار في عصير بردقان هلا لازم اهتم فيه كمان. عشت لازم اسوي البطاطا. اجانا اول زبون، طلب سندويشة شاورما مع عصير، اتوقع ان هذا المفروض يرفع لي الفلوس اكثر الصراحه، بس حتستنى شوي انت سندويشة شاورما تبعيته. هات لحتى نلبي له اياها سندويشة شاورما، حط له اياها، تفضل حبيبي وخذ عصير معاه. اتمنى انه هاي تكون فلوس اكثر، اتمنى هذا الشيء الصراحه. هذا بده سندويشتين شاورما، اول واحد بيجي بيبهدلنا، شكرا كثير. هلا حيجيني واحد كمان يطلب لي سندويشتين شاورما مع عصير، بس اللي عم بسويه هلا انا اخر فتره الصراحه واللي هو اني ادم بجمع سندويشات الشاورما، بعدين بعطي هذا وهذا، اعطيه البردقان، اعطيه البردقان، اوكي اعطيني العصير، شكرا كثير. هلا اجوا اثنين طلبوا سندويشات شاورما، حلو كثير، اتوقع اني اجمع له سندويشات شاورما هون عندي وبعدين اعطيه اياهم مره واحده احسن لي. وهذا طالب سندويشه شاورما مع اثنين عصير، او شيت الولد حيبكي، قاعد تيم، اوكي استنى شوي، صلي على النبي. لازم نسوي الشغل شوي، تفضل
لا تبكي انت التاني، ما بعرف ليش بيجوا لحتى اللي يبكوا اذا بتاخر عليهم سندويش الشاورما. او خيب طالب سندويشتين شاورما مع عصير. هذا الزلمه بده يبهدلني، هذا الزلمه رسميا بده يبهدلني. حتستنى شوي حيخلص الوقت، بدي اخلص اقل شيء طلبيه الزلمه بالنص. اوكي لا اله الا الله، ما صرت حتى اشيل المصاري من على الكاونتر. كان في وحده ذهبيه بيناتهم. وهيك بنكون وصلنا فيها على اليوم السابع. تقدم باللعبه عباره عن 5% بس وساعتين و50 دقيقه من وقت العمل. على العموم اتوقع انه لهون بكفي. محل الشاورما صراحه بتعب كثير، ما توقعته ابدا يكون بتعب لهي الدرجه، بس اللعبه صراحه شوي حلوه. لو حاب اني اكمل فيها والعب اكثر منها اكتب لي تحت بالتعليقات. بس على العموم هذا كان كل شيء لهي الحلقه، وهذا كان كل شيء لهذا الفيديو. اذا عجبك الفيديو واستمتعت فيه لا تنسى تسوي لايك، تشترك في القناه. اللهم صل وسلم على محمد، ومع السلامه.